ال اتفضل. 48 نادي اللي قرروا يشتكوا اللجنة الثلاثية. يشتكوا يا باشا براحتهم، الباب مفتوح لكل الناس اللي عايزه تشتكي لا، تشتكي. ايه السبب؟ عايزين يعملوا رابطة اللي هم بتوع الممتاز غير بقى. زي الممتاز بقى، عايزين يعملوا رابطة زي بتوع الممتاز، الدوري الممتاز. يعني شايفين ان الدوري الممتاز الرابطة عامله شغل، وبتقول ان احنا هنحافظ على حقوق الانديه وبتاع وغيرهم، ودول شايفين ان احنا اصلا يعني كانديه مش لاقيين ناكل، فبالتالي احنا عايزين اي وسيله نصرف بيها على الانديه بتاعتنا. فما فيش حل قدامنا غير ان احنا نعمل رابطه لانديه الممتاز به، تبدا الرابطه تتفاوض بقى مع الشركات وبتاع، وتجيب سبونسر ودعم للفرق، وتوزع النسب على الانديه بالتساوي يعني، فبالتالي انه يبقى عندهم اي سيوله يمشوا بيها الدنيا يعني. يعني هم بس عايزين، اعتقد انه صعب حاليا اتحاد الكره يوصل لهم على امر زي ده. اتحاد الكره يعني مشغول بحاجات اخرى، فما عندوش ما عندوش رفاهيه الوقت ان هو يوافق على رابطه في الوقت الحالي دي من ناحيه. ثم الناحيه الثانيه انه للامانه الانديه دي مش مدعومه لا جماهيريا ولا حتى يعني باي شيء، انه يعني يعملوا رابطه فكذا فنعمل رابطه يعني عادي. يعني لما يتكلموا 48 نادي ولا 58 نادي ولا 60 نادي ما حدش هيسمع لهم، صوتهم ضعيف يعني. جماهيريا كمان الناس مش مهتميه بيهم، ناس كانت يعني مهتمه بالدوري الممتاز ورابطه الدوري الممتاز، فتعامل خلاص الدنيا هديت، التانيين دول ما حدش مهتم بيهم. ثالثا اتحاد الكوره شايف نفسه ان هو يعني خلاص جزء التورته بتاع الدوري راح للرابطه، وكمان الممتاز بقى هيروح للرابطه الثانيه. طب اتحاد الكوره يقعد يعمل ايه يعني؟